في هذه الأزقة الضيقة في أحد أحياء مدينة كالكوتا الهندية يبحث محمد عن الذهب. هو واحد من مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعتاشون من خلال البحث عن بقايا الذهب الموجودة في مخلفات ورش الصياغة في المدينة. لم نحصل على تعليم، جدي ووالدي كانا يعملان في هذه المهنة، واليوم أعمل بها مع 2 من أبنائي، ليس لدينا عمل آخر. خلال عملية التصنيع قد يفقد العاملون هنا أجزاء صغيرة من الذهب والتي تجد طريقها إلى مجاري المياه الآسنة، حيث ينتظرها هؤلاء لتجميعها وبيعها لإعادة تصنيعها مرة أخرى. بالنسبة لأصحاب المتاجر هذه العملية مهمة جدا لخفض تكاليف الإنتاج. إذا لم يقوموا بذلك سيتوجب علينا الاستمرار في شراء الذهب من الدول الأوروبية ودفع ثمنه بالدولار، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على اقتصادنا. تعتبر الهند واحدة من أكثر الدول شراء للذهب في العالم إلى جانب الصين، حيث تنتشر محال المجوهرات في جميع أنحاء البلاد، وتشهد ازدحاما كبيرا خصوصا في هذا الوقت من السنة الذي يقام فيه مهرجان ديوالي إحياء لذكرى لاكشمي إله الثروة عند الهندوس. لا يهمنا ما إذا ارتفع سعر الذهب أو انخفض، شراء الذهب يعتبر من التقاليد في الهند، ولا يمكنك أن تؤدي العبادات من دون تقديم بعض الذهب. بالنسبة إلى محمد فإن مهرجان ديوالي هو منجم مهم كل سنة، عادة ما يجني 3 دولارات يوميا، ولكن في خلال موسم الأعياد يصل هذا المبلغ إلى الضعف.